ان شاء الله المغرب هتكسب النهارده وهتكسب البطوله، وانا بشجع المغرب في البطوله الافريقيه، وانا مصري زمالكاوي وانا اسكن هنا في مدينه السلام، واتمنى دايما للوداد التوفيق، وبحب الفريق الوداد كتير وبحب الوينرز كتير، وان شاء الله يعني الوداد يكسب البطوله الافريقيه ويتقابل مع الزمالك في السوبر الافريقي، وان شاء الله المغرب تكسب البطوله الافريقيه باذن الله.